هذه المرة الرابعة على التوالي أعلن لمتجر عزيز لأنه آمن ومضمون من الباند والثقة 100% وخدمة على مدار اليوم ل 24 ساعة يقبل جميع طرق الدفع من ضمنها الباي بال. كل التفاصيل تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد. طريق كأس العالم يا جماعة الخير راح نبدأ بالتشكيلة اللي بنيناها من تفتيح الباكجات اللي سويناها في الحلقة الماضية يا جماعة الخير. طبعا طلع لنا رجال طيب، هذا تحدي بناء التشكيلات حق كأس العالم. طبعا هذا التحدي يا جماعة الخير يضمن لك لاعب قوي غصب شنو، فسوي التحدي وما يكلف شيء. طيب يا جماعة الخير، عموما عندنا في الاحتياط النيمو، وطبعا راح يطلع رجال طيب هذا يدخل مكانه هذا ونغير التشكيلة. وعندنا بايت ولوكاكو كازيميرو فران اللي ودي اجربه مكان بيبي احسه كويس، لكن فران خلينا نجرب فران نشوف. الحلقه هذه راح يكون عندنا ثلاث المباريات اللي راح تكون في المجموعات، الحلقه القادمه راح تكون من دوري 16 وانت طالع باذن واحد احد. اوكي لا تنسون ابدا ودائما تضغطون زر اللايك يا جماعه الخير بدايه المقطع، وعطونا الخصم الاول ليتس جو. يلا اوكي، خصمنا ايراني عنده تشكيله مره مفقعه، ثلاث نقاط هذه اتوقع. هي حلو، يلا جول الاول، الجول الاول يا حبيبي، الجول الاول والله يا ماثيوس، يا عيني يا عيني، جيب كره امشي يلا. هاي سلام، يلا ثاني جول كمل، حلو الجول الثاني ليتس جو. روح سلام امرك، اعطيني يا بوكبا، حرام عليك ماثيوس ماثيوس. يلا بوكبا، ايش بك بوكبا؟ الكور سالك قعدت لي. روح والله كان بيجيب عليه جول اسطوري يا شيخ. روح يا جريزو 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 جريزو، يا الله على السهبال حقي، حرام حرام غبي انا حمار. والله شوط اول سيء صار لاني ما سجلت اهداف كثير، ضيعت. يلا بوكبا، لا حرام عليك، يلا كريزو. انا شو ايش قاعد اسوي هنا؟ يلا وخر يا ماثيوس، جول الله اخيرا. الله عليك يا ماثيوس، والله العظيم كذب، والله كذب يا عيال، عن ام اللاق اللي كذا. يلا ماثيو حط حط، انا يا شيخ وش ذا؟ يلا يا بوكبا، الله حلوين اللي بعده ليتس جو. ما اشعر الخصم اللي قبل شويه كان خصم شرس، فليتس جو اللي بعده، نبغى خصوم افضل من كذا. اوكي تشكيلته جيده مره، اوكي ليتس جو ليتس جو، بسم الله ان شاء الله ما في لاك. يلا ليتس جو، الدنيا مو ركيض يا طيب، وش ذا؟ ايوه ايوه ما لي شغل، ناخذ الجول ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. العيال ذا ما اخذها ركض، والله كاهرني لعبه. سلام لا لا تكفى كبير يا يا عمري سلام انهي. يلا يا ماثيوس فاول، يلا يا بوكبا يا اخي ايش فمش، الله يا استاهل الجول ذا، مفترض نسجله. بلنتي حكم، الله حرام. سلام. يلا يا جريزو. ترى بطلعك برا يا كلب. مشكلة مني ولا من جريزو؟ اسباس برا احمر، اوه بيبي. روح. خلاص. خلاص يا اخوي انهي، تكفى ذي ما يقول كملوا يا عيال، ايش يسوي؟ روح يا نيمار، حط لي يا نيمار،
ها يا بوكبا، عندك كلام ثاني؟ سلام. يلا جوردي جوردي. الله، اخيرا المهاجمين كلهم ما سجلوا، سجل لك جوردي. ليتس جو. يلا يلا. الله، اخيرا كبير نيمار. لا يا حمار يا احمد، ما راح يسجلها، ما راح. الا الا والله جابها الان شكله. طيب اتوقع اننا ضمننا التاهل يا جماعه. خلينا نلعب تشكيله كذا مختلفه. راح نلعب بتشكيله امريكيه جنوبيه يا جماعه الخير اللي قدامكم الان. ليتس جو. يلا اوكي، تشكيلته اوروبيه ممتازه. ليتس جو. مباراه تحصيل حاصل يا اخوان، نبي نستمتع فقط. يلا حلوه. ليتس جو. الله الجول. ليتس جو. يلا حلوه. ياه. سلام. يلا ديبالا، يا عيني الجول الثاني. سلام. حرام. الله. يلا ديبالا، حط ديبالا. سلام. بلنتي يا حكم. كبير نيمار، نفس حركات. يلا ديبالا، تعال هنا هنا هنا. صملت تراني. ايوه الله عليك ديبالا. ليتس جو ليتس جو. يلا حلو اغويرو، حلو اغويرو. يلا ربعين. حلو يا شيخ. ليتس جو. الله على الباص. يا عمري على الجول. يا يلا ديبالا، اعطيني في زاويه ثانيه. كمل. اوه والله حارس ذا دافور. رب. يلا يا عمري خلاص انهي. ايه ما في ما في. اوكي تهنا، كانت ثلاث مباريات مره سهله يا اخوان. 17 شوطه، 15 منها على المانيا، بس 5 اهداف. اذا راح نبتدي في دوري 16 ان شاء الله باذن الله في الحلقه القادمه يا جماعه الخير. دوري 16 والثمانيه والاربعه والنهائي باذن واحد احد، وان شاء الله نجيب البطوله. اوكي، فاتمنى انكم استمتعتوا بالمقطع يا اخوان. لا تنسون تضغطون زر اللايك وتتابعون حساباتي تحت. تشترك اذا ما كنت مشترك في القناه.